السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون الصرف والتحويل، اسم التفضيل على وزن أفعل. السؤال الأول: أستخرج اسم التفضيل مما يأتي وأبين فعله. الوقود النووي أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري. اسم التفضيل هو أعلى، فعله على. الطاقة المتجددة أقل ضررا من أنواع الطاقات الأخرى. اسم التفضيل أقل، فعله قل. هذه القصيدة أجمل قصائد الشاعر. أجمل اسم تفضيل، فعله جمل. السؤال الثاني: أملأ الجدول الآتي بما يناسب. الشمس أكبر من القمر. المفضل الشمس، المفضل علي القمر. اسم التفضيل أكبر، فعله كبر. ضوء الشمس أكثر إشراقا من نور القمر. المفضل ضوء الشمس، المفضل علي نور القمر. اسم التفضيل أكثر، فعله كثر. الزرافات أطول أعناقا من الأفيال. المفضل الزرافات، المفضل عليه الأفيال. اسم التفضيل أطول، فعله طال. السؤال الثالث: أختار اسم التفضيل المناسب مما يأتي وأملأ به الفراغ الآتي. الطاقة الشمسية أطول عمرا من بقية الطاقات. الصدق أفضل من الكذب. رجل العلم أعلى مكانة من الجاهل. القطار الحديث أسرع من القطار القديم. السؤال الرابع: أضع اسم التفضيل المناسب فيما يأتي. لا شيء أفضل من الصدق. ليالي الصيف أقصر من ليالي الشتاء. هذه الفتاة أصدق من أخيها. السؤال الخامس: أصوغ من الأفعال الآتية اسم التفضيل ثم أجعل كل اسم منها في جملة مفيدة. جمل أجمل، العندليب أجمل الطيور صوتا. حرس أحرس، الأب أحرس على أبنائه. صدق أصدق، المؤمن أصدق قولا. قوي أقوى، الجرافة أقوى من الجرار. السؤال السادس: أركب جملتين مفيدتين تتضمنان اسم التفضيل. الحليب أحسن من المشروبات الغازية. الصدق أسمى الأخلاق.